ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة وصدور الفراخ. انا جبتها طبعا وغسلتها حلو وعصرت عليها ليمونة، وبعد كده قطعتها. والمكونات بتاعتها فلفل الوان قطعته، وفلفل اسود، وبابريكا، وثوم. وهسلق معاكم دلوقتي المكرونة ونشوف هنعمل ايه. انا بكده بقى حطيت في الطاسة حبة زيت كده صغيرين، وهحط الصدور وهفضل اشوح فيها. هفضل اشوح فيها لغاية ما تتحمر كده، بعد كده هحط عليها الحاجات الجافة. وبكده بقى ابتدى تدي لون ذهب كده، وهنزل عليها بالفلفل الالوان وبالتوابل. طبعا انا هرشت التومه اللي انا كنت ايه اللي كنت مفتحها. هنزل بالفلفل الالوان، وطبعا انا غاليه الميه للمكرونه هحطها فوق. وكده بقى هنزل عليها الطماطم، جربوها هتلاقوا طعمها حلو قوي. هسيبها بقى لغايه ما القوطه دي تسيح فيها وتتسبك كده، وهنشوف هنعمل ايه. وكده الميه غليت، انا هحط المكرونه. جايبه مكرونه المالحه، لو انت عايز اي نوع مكرونه هيبقى حلو. نجيب مكرونه سباكيتي، لو انت عايز اي نوع تاني حطيه برضه. لو عايزة فلفل تحطيه بارد عادي برضو، انت لو عايزة فلفل حراق حط. ممكن بقى تروحوا واخدين مية من مية المكرونة دي وحاطينها على الصلصة، بتدي طعم رهيب. هطفي على المكرونه واصفيها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبكده يا جماعه التسبيكه اتسبكت اهي، والفراخ استوت. هنقدم بقى. وبكده يا جماعه المكرونه خلصت، ويا رب تعجبكم. وان شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، وشكرا.